السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في عدد جديد من سوق العملات في الجزائر. اليوم الثلاثاء الموافق ل 29 سبتمبر عام 2020، نقدم لكم أهم العملات الأورو والعملات الأجنبية في سوق سكوار والبنوك. بداية بالجنيه المصري، سعر الشراء 11.42، سعر البيع 11.55، السعر الرسمي 8.20. الليرة التركية، سعر الشراء 23.35، سعر البيع 23.61، السعر الرسمي 16.77. الدرهم الإماراتي، سعر الشراء 49.01، سعر البيع 49.55، السعر الرسمي 35.20. أما الريال السعودي فسعر الشراء 47.99 وسعر البيع 48.52، أما السعر الرسمي 34.47. الدولار الأسترالي، سعر الشراء 127.88، سعر البيع 129.30، أما السعر الرسمي 91.85. الفرنك السويسري، سعر الشراء 194.87، سعر البيع 197.04، السعر الرسمي 139.97. أما بالنسبة للدولار الأمريكي فسعر الشراء قد وصل إلى 180 مقابل سعر البيع 182، أما السعر الرسمي في البنوك فقد وصل إلى 129.29. وأخيرا الأورو، سعر الشراء فقد وصل إلى 180 دينار بالمقابل لسعر البيع 182، أما السعر الرسمي في البنوك فقد وصل إلى 129.29. لقد قدمنا لكم أسعار الأورو والدولار والعملات الأجنبية في الجزائر بالنسبة لسوق سكوار والبنوك لتاريخ 29 سبتمبر عام 2020. إلى اللقاء في أعداد أخرى بإذن الله.